الحمد لله الكريم المنان ذو الفضل والإحسان الذي أكرمنا بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان جعلهم ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حفظ كتابه من الزيادة والتبديل والنقصان. أحمده على ذلك وعلى غيره من نعمه التي لا تحصى وخصوصا نعمة الإيمان. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله حث على تعلم القرآن وتعليمه والتفكر به وتفهيمه والعمل بأحكامه والوقوف عند حدوده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون هذا هو شهر البركات والرحمات الذي تتجلى فيه النفوس الصافية وتصعد فيه الهمم النبية إلى معالي الإيمان والمعرفة بالله. شهر تغيب فيه منافذ الشياطين فتصفو عبادة المرء لربه ويلذ بالأنس بكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إنه شهر القرآن الكريم، شهر الانتصار والمناجاة، شهر التدبر والاعتبار والخشية، لأن المرء بلا قرآن كالحياة بلا ماء ولا هواء، وهو بمثابة الروح للحياة والنور للهداية، خليل جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد به المرء تجملا وبهاء. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إنه ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب من نجاته وسعادته في الدارين من تلاوة كتاب ربه آناء الليل وأطراف النهار وتدبره وإطالة النظر فيه وجمع الفكر على معاني آياته. فإن ذلكم يطلع العبد على جوامع الخير والشر وعلى حال أهلها ويريه صورة الدنيا في قلبه ويحضره بين الأمم السابقة. لقد جعل الله تبارك وتعالى هذا القرآن فرقانا بين الحق والباطل، ومن طلب الهدى منه أعزه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إنه النور الذي لا تطفئ مصابيحه والمنهاج الذي لا يضل ناهجه، وهو معدن الإيمان وينبوع العلم ومائدة العلماء وربيع القلوب ودستور الحياة والشفاء الذي ليس بعده داء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. كتاب محفوظ بحفظ الله لا يغيره تحريف المنحرفين ولا تأويل المبطلين ولا عناد الناكسين يعلو ولا يعلى عليه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا هو كتاب الله الكريم الذي نزل به الروح الأمين، فما نحن صانعون فيه؟ أيكون رائدنا ودستورنا في حلمنا وترحالنا
في غضبنا ورضانا، في منشقنا ومكرهنا، أم أنه سيكون ضيفا على الركوب لا يلحقه البر إلا في رمضان. أنا أعتصم به ونعض عليه بالنوافل، أم نكون كالعيش في الميدان يقتلها الظما والمال فوق ظهورها محمول؟ أم تكون أسماعنا كالأقماع تدخل الآيات من الأذن اليمنى وتخرج من اليسرى؟ ألا فاتقوا الله عباد الله، وأرجو الله من أنفسكم في هذا الشهر المبارك شهر القرآن، أرجو الله من أنفسكم خيرا، أرجو الله من أنفسكم قربا من كتابه تلاوة وتدبرا وعملا وهداية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على خيار عباده الذين اصطفى. عباد الله، الإيمان نور القلوب وضياء البصائر وروح الإنسان وكيانه وكرامته وعزه وقدره، ولا خير في آدمي من دون إيمان. والقرآن الكريم هو الهدى والنور، وهو الداعي إلى كل خير، وهو الناهي عن كل شر، فيه الحلال والحرام وتفاصيل التشريع والأحكام، يحكم على الدنيا والآخرة. من تمسك به هداه الله تبارك وتعالى لأرشد الأمور، ومن نبذه فهو مذكور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا، فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال عبد الله بن عباس: تكفل الله لمن عمل بالقرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ورمضان هذا الشهر الكريم الذي نحيا أيامه ونعيش لياليه، أفضل الأوقات لتلاوة القرآن والتأثر به، لأن القرآن غذاء الروح، وفي رمضان يبعث سلطان النفس الأمارة بالسوء على البدن للصيام من غذاء البدن، فتستعلي الروح وتقوى بغذاء القرآن، فينتفع المسلم بكلام الله غاية النفع، ويتلذذ بتلاوة القرآن الذي هو غذاء لروحه وحياتها. القرآن العظيم كالغيث النافع، والنفس كالأرض، ورمضان كالزمان الصالح لنزول الغيث الذي تنبت الأرض فيه من كل زوج بهيج. فاغتنموا رحمكم الله أيام وليالي رمضان بالقرآن، أكثروا فيه من تلاوة كتاب الله مع التدبر والفهم لمعانيه والعمل بما فيه. كان سلفنا الصالح يتفرغون في هذا الشهر الفضيل لتلاوة القرآن والأعمال الصالحة، كانت ألسنتهم رطبة بذكر الله. فمنهم من يختم القرآن في سبعة أيام، ومنهم من يختم القرآن في ثلاث، ومنهم
من يختمه كل ليلة، ومن عمل بالقرآن فهو من أهل الله، وهو من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ومن لم يعمل بالقرآن فهو ليس من أهله. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. فكونوا أحبابي رحمكم الله من أهل الله وخاصته. القرآن يا عباد الله، اقرأوه واحفظوه واعملوا به وعلموه أبناءكم وبناتكم. قال بعض السلف لأحد طلابه: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. قال له معلمه: وأوثاه لمؤمن لا يحفظ القرآن، فبما يتنعم وبما يتلخم وبما يترنم وبما ينادي ربه. فاللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء همومنا، وذهاب همومنا وأحزاننا يا رب العالمين. اللهم اجعله شافعا مشفعا فينا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والنيام. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والنيام وصالح الأعمال، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعشق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا بجميران في هذا الشهر الفضيل ذا الجلال والإكرام. اللهم أعشق رقابنا ورقاب جميع المسلمين من النار يا عزيز يا غفار. اللهم تولنا بالحسنى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تولنا بالحسنى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحم والدينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واعف عن تقصيرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها وأديتها لنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم افتح لنا من بركات السماء واخرج لنا من بركات الارض برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. امين امين امين. والحمد لله رب العالمين. اقوموا الى صلاتكم ارحمكم الله. أقيموا صفوفكم واعتدلوا يرحمكم الله. أكملوا الصفوف الخلفية، سدوا الهلل والهمم، ادعوا الله في سجودكم وأنتم موقنون بالإجابة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إلا
يتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نارية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. هادي معاه.